تعالوا بقى للجزء الثاني من حلقتنا النهاردة، وهو المختارات الأسئلة. يعني اديني بقى فرصة بقى بعد الناس بقى، في ناس دولك شكرا سلام عليكم بقى، انا هروح انزل الفولدر وانت كمل بقى استاذ ماشي. وفي ناس مكملة معايا. طب المكملين معايا دولت هنعمل ايه مع بعض بقى؟ اللي هنكمل مع بعض دلوقتي اللي هو نص اسئلة بقى مهمة كده، واشارات في كتاب المدرسة، عارف من ما بين السطور كده، لعل وعسى ان شاء الله رب العالمين ينجينا هذا الكلام من اي خطأ محتمل باذن الله رب العالمين. يعني نص غربة وحنين مثلا، اسمحوا لي ان انا انبهكم جوه هذا النص طالما هو بقى من الحاجات المهمة. يعني اول سؤال بيقول لك في غربة وحنين، خلي بالك من جمع فطن. خلي بالك في كتاب المدرسة كاتب جمع فطن لها جمعين، فطن بتسكين الطاء وفطن بضم الطاء، فخلي بالك. اول دي حاجات اشارات، انا قلت زي ما قلت في البداية المكان، ان انا زي ما قلت في البداية ان انا حدي اشارات ان شاء الله سريعة تنفعك باذن الله رب العالمين. الصبا رياح تهب من الشرق. كل الطلاب عارفين ان الصبا يعني ايه، رياح رقيقة رياح رقيقة رياح رقيقة. طب تهب منين؟ هو كاتبها في الكتاب من الشرق، ما ممكن برضو يعني يجي بالك ترى بقى الصبا تهب من الشرق ولا من الغرب ولا من الشمال ولا من الجنوب، ادي احنا مستعدين له كمان. تعالى بقى سؤال غريب شوية كلكم عارفينه بس هتجاوبوا الاجابة ناقصة. السؤال اللي بيقول لماذا قال شوقي هذه القصيدة؟ ليه شوقي قال هذه القصيدة؟ كلكم بتقولوا لأنه نفي عن وطني للحنين والشوق إلى وطني، صح، بس الإجابة ناقصة. ليه أستاذ ده دي مناسبة القصيدة؟ والله العظيم الإجابة ناقصة. تعال بص معايا كده على كتاب المدرسة بقول إيه؟ بقول أهو، قال شوقي هذه القصيدة وهو فين؟ في منفاه حنينا إلى مصر، صح تمام، وتشوقا له لسه، وسخطا على الاستعمار، أدي الثانية، وتذكر لأمجاد المسلمين بالأندلس، أدي الثالثة. إيه ده؟ يعني سبب قول شوق لهذه القصيدة ثلاث حاجات مش حاجة. معظم الطلاب لما بجيب لهم السؤال ده بيكتبوا حاجة واحدة، لماذا قال شوق قصيدة غربة وحنين أو بمناسبة النص بيقول لي شوقا وحنينا إلى مصر. طب فين سخطا على الاستعمار؟ طب فين اللي هو تذكرا لأمجاد الأندلس؟ ده من كتاب المدرسة مش من عندي، فلازم نكتب الثلاث حاجات دول. ما لما كنتش أعرف يا أستاذ، يا عم ده معلومات صغيرة، يعني أنا مش بديلك، مش بقول لك روح احفظ كتاب، زود المعلومات دي بهدوء كده وبطمئنان كده وبثقة كده، روح مزود وقول الحمد لله شكرا يا أستاذ إن أنت نبهتني، وإذا كنت عارفها تمام ربنا يكرمك بقى ويبارك لك. الحاجة التانية اللي خلي بالك منها برضو، بقول لك هل شوقي عرض البحتوري بس؟ يعني احنا كلنا حافظين ان القصيده ديت اسمها السينيه في معارضه البحتري، عارفين القصه دي كلنا تقريبا. طب في كتاب المدرسه قال لك خلي بالك ان شوقي لم يعارض فقط البحتري، وانما عارض ايضا ابن زيدون. لحسن تجي لك في اختياري يقول لك وغير الذين عارضهم، غير البحتري عارض شوقي، يقول لك كده غير البحتري عارض، جابها في سنه من السنين بس جابها البحتري. قال لي يعارض شوقي في هذه القصيده المتنبي ولا ابو تمام ولا مش عارف، اجيب له شويه اسماء شعراء كده. طب ما ممكن السنه يقول لك ايه، ومن الشعراء الذين عارضهم شوقي غير البحتري برضه المتنبي ابا تمام ابن زيدون. ما هو عايز الاسئله استهلكت، فهو نفسه يعني ايه، يعني يجيب من ما بين السطور سطر كده ولا حاجه، بس احنا قاعدين له يعني، خلي بالك احنا قاعدين له يعني. ان شاء الله رب العالمين. يعني كمان في شوقي خلي بالك لما يجي يقول لك بناء القصيده، ساعات انتوا بتتلخبطوا في الاسئله دي، عايز ايه في بناء القصيده؟ عايز وحده الوزن والقافيه؟ يا جماعه بناء القصيده في كتاب المدرسه قايل كل خصائص الكلاسيكيه الجديده، الخصائص كلها، من التنقل من افكار الى افكار ومن غرض الى غرض، من مخاطبه السفينه الذي يشبه مخاطبه الناقه، من الالفاظ التراثيه، من يبقى اذا كلمه بناء القصيده تماما هي كل خصائص القصيدة. كمان لما يجي يقول لك اعتمد شوقي على البيانية، يعني ايه كلمة البيانية دي يا شباب؟ البيانية معنى البيانية التصوير البياني، زي ما كتب في كتاب المدرسة، كتاب المدرسة كاتب كده، قال لك اعتمد شوقي على البيانية اي التصوير البياني ومثل، وراح ضرب امثلة. ممكن يقول لك كده ايه، اعتمد شوقي على البيانية فما معنى البيانية ومثل لذلك؟ يبقى انا اقول له البيانيه هي اعتماد شوقي على التصوير البياني اللي هو الاستعاره والتشبيه والكنايه والمجاز، يعني ادي معنى كلمه، مش انت بتسميهم الوان بيانيه؟ فعشان كده مسمينا اعتمد شوقي على الايه، على البيانيه. نيجي برضو النقطه في كتاب المدرسه، فكره التجريد. يعني ايه التجريد ده؟ سؤال برضو مشهور ومسؤول على صفحه بنذاكر، مسؤول في حتت كتير خلي بالك منها. التجريد اللي هو مناجاه الصاحب اللي احنا بنقول عليها، ان يجرد شوقي من نفسه شخصا او اكثر من شخص ويناجيهم ويحاورهم، زي بقى اذكره وسلا وصفه، كل هذه الكلمات او كل هذه الافعال الامر تسمى التجريد، وهي تخيل صديقين على عاده القدماء. في كلمه ساعات بقى بتسال فيها كتير جدا الطلاب لما يقول لي الموازنه، يعني ايه يا استاذ لما يقول لي وازن بين الموازنه؟ الموازنه يعني المقارنه،
ولو جاب لك في غربة وحنين كلمة عن كلمة الموازنة يبقى ما بينه وما بين البحتري. وعندك في التعليق طبعا مهمة جدا لازم تروح تذاكرها ودي مهمة جدا، شوقي وازن ما بين شوقي وما بين البحتري، فيما تفوق شوقي على البحتري. يبقى هما اشتركوا في الألم وفي روعة البيان، لكن اختلفوا في ايه، او شوقي تفوق في ايه، في عمق الحكم ومزج التجربة الذاتية بالعامة الى اخره. انا بديك مفاتيح اجابة تجري وتشوف السؤال ده ومهم جدا، خلي بالك. كمان في كلمة كده مختلف في نطقها، يا ترى نفسي مرجل ولا نفسي مرجل؟ ناس كتيرة قوي بتقول لك هي نفسي، النفس مستودع الآلام والهموم والآخر، صح ده صحيح، ونفسي يعني طاقة النفس الخارجة هي التي تدفع السفينة إلى الأمام، برضو ده صحيح. طب كتاب المدرسة قال حاجة؟ في وسط الشرح كده قال أنفاسه الحارقة تدفع، في صاد 54 في كتاب المدرسة. إذا لو جاني قال لي النفس هنا المقصود حسب كتاب المدرسة، يعني المقصود بنفس بنفس هنا يا ترى تشكيلها نفس بسكون الفاء ولا نفس بفتح الفاء؟ هقول له نفس حسب كتاب المدرسة، أو أنا هختارها طبعا حسب كتاب المدرسة، كتاب المدرسة أثبتها أنها الأنفاس يا شباب، الأنفاس الحارقة. كمان في بقى سؤال من كتاب المدرسة برضو في شوقي، خلي بالك، بيقول لك بص كده، يهتم منهج شوقي الشعري بالإسلام والتاريخ، وضح. ده سؤال من كتاب المدرسة، بص قدامك الإجابة إيه، قال لك أهو فعلا شوقي بينمي منهجه المهتم بالإسلام الذي بدأ في قصائده عن العرب ومكة المكرمة والرسالة والرسول صلى الله عليه وسلم والأزهر الشريف والخلافة والترك، ده الحتة بتاعة الإسلام. طب الثانية والتاريخ، كما ينمي منهجه المهتم بالتاريخ الذي ظهر في قصائده سفح الأهرام وأبي الهول وتوت عنخ آمون وكبار الحوادث في وادي النيل وبعض أحداث المعاصرة مثل مشروع ميلنر. انت أستاذ الكلام ده أنا ما أعرفوش، ده ما كانش مكتوب عندي في المذكرة. الكلام ده ما ياخدش منك 10 دقايق، لو أنا بقول إذا يعني الكلام ده ما ياخدش منك 10 دقايق نكتبها ملحوظة. أيوة ملحوظة، ما تخافش. انا ليه بقول الكلام ده؟ لان انا عارف ان بعض المذكرات للاسف الشديد الطلاب يعني بيقعدوا يذاكروا منها طول السنه وبعدين بيكتشفوا فيها النواقص دي. انا مش بخضك، لا، بس انا مش هسيبك تخش اللجنه من غيرها، حرام عليا ان انا اسيبك تخش اللجنه من غيرها. اذا كنت حافظها ومذاكر من كتاب المدرسه الله يبارك لك ويثبتك، واذا كنت الكلام ده شايفه انه جديد عليك صدقني اشارات صغيره ما تاخدش 10 دقايق منك، ربع ساعه نص ساعه اقراها وهتلاقي كلام بسيط خالص. يا جماعه ده احنا لو جبنا طفل هيحفظ الكلمتين دول في يعني طفل يعني في اعدادي يعني ولا حاجه يعني مش طفل قوي يعني. ماشي يا شباب، فاذا ده بالنسبه للقصيده بتاعت ايه، بتاعت اللي هي او السؤال بتاع اهتم. بص تاني السؤال منطقه، يهتم منهج شوقي الشعري بالاسلام والتاريخ، وضح ذلك. واعتمد شوقي على البيانيه والتجريد، خلاص قلنا اللهم صل على محمد. شباب يعني دي كانت الاشارات عن نص غربة وحنين، تعالوا الى اشارات اخرى في نص المساء. نص المساء اول حاجة كده لو عايز اقول لك خلي بالك في نص المساء من كلمة التعلة. التعلة دي عاملة لي انا علة. ليه بقى؟ كل ما اقول للطلاب يعني ايه تعلة يقول لي المرض. يا عم لا يا سيدي لا، ده خطأ شائع جدا ما بين الطلاب بجد، وسنين واجيال تروح واجيال تيجي ونفس الغلطة. في فرق بين التعلة والعلة عشان ما يلخبطناش. العلة اللي هي المرض فعلا والعياذ بالله، نجانا ونجاكم الله، انما التعلة يتعلل يعني يتلهى ويتشاغل، مكتوبة كده في كتاب التعلة التلهي والتشاغل. فاذا الشباب ما نخلطش ما بين التعلة وما بين العلة، ودي كانت اول ايه، اول ملحوظة عندي يعني. برضو ساعات انتوا بقى عشان يعني بعض الكلمات، انا بناقش بعض الكلمات في المساء، ساعات انتوا بقى عشان النص حزين وكئيب قوي عايزين تكتبوا معنا كل كلمه حزن. الحزن يعني انا اذكر ان انا كل ما برضو اسال طلاب كتير يعني كلمه الصبابه اللي هي الصبابه، كلمه الصبابه يعني ايه الصبابه، وجيب لي في الاختياري الشوق ولا الحزن ولا الالم ولا الياس مش عارف، بتختاروا الحزن. يا جماعه الصبابه ليست الحزن، الصبابه هي الشوق، فانتبهوا للنقطة دي. مفرد خواطر هي تنفع الاثنين، خاطر وخاطرة الاثنين تنفع، فواعل غالبا بتنفع الاثنين، لكن كتاب المدرسة كاتبها خاطر، يعني اكتبها زي كتاب المدرسة شوية ان هو كاتبها في الهامش تحت كاتبها خاطر. الكمد، الكمد الحزن الشديد، يعني الكتاب كاتبها الحزن الشديد، مع ان في كتب خارجيه بقى وبالذات يا جماعه بجد يعني انا بلاقي كتب خارجيه بتغلط وبتزود حاجات كتيره ما هياش مطلوبه وبيخترعوا من عندهم، والطالب يعني بيحس بتقل الكلام ده. يعني كتاب الاضواء مثلا يا جماعه في بعض الملاحظات المهمه جدا والتجاوزات وسمات اسلوب الشعراء اللي موجوده في كتاب الاضواء غير مقرره اصلا، ما فيش حاجه عندنا في ثانويه عامه اسمها سمات اسلوب الشعراء.
فنلتزم بالكتاب ونرجع الكتاب. الكمد والحزن الايه يا شباب؟ الحزن الشديد، يبقى عكسه الفرح الشديد. طيب مفرد كلمة، مفرد كلمة دي خلي بالكم في نص المساء برضو، كلمة كدامية السحاب إزاي، كلمة دي جمع أصلا، مفردها كليم وهي بمعنى المجروح، برضو مش بمعنى الحزين. لو جاب لك كلمة وحط لك حزين ممكن انت ايه تروح لكلمة حزين كده، لا عشان ما تحزنش ما تروحش لكلمة حزين. كلمة يعني يا شباب قلنا كلمة يعني كلمة يعني جرحة وليس ايه، وليس حزين. كلمة المعتكر صحيح هي المكدر اللي فيه قدرة يعني، لكن كتاب المدرسة كاتب انها المظلم، فالمعتكر لما تلاقيه في الاختياري اختار الايه يا شباب، اختار المظلم. دي كانت يعني اشارة سريعة لبعض الكلمات اللي ممكن يحدث فيها لبس في نص المساء. نيجي بقى لغرض الاستفهام في البيت الثاني في المساء، حاجة عجيبة قوي كاتب يعني اللي هو يلطف نيران طيب هواء ان يشفي هذا الجسم طيب هواء، يلطف نيران طيب هواء. بص كتب كتيرة جدا كاتبة انه غرض النفي، هو صح غرض النفي، بس الكتاب كاتبها بجملة كده بيقول لك ايه، الاستفهام الاستنكاري، مطران يستنكر ان الهواء يلطف النيران. فلو سمحت لما تجي لك اكتبها زي كتاب المدرسة عشان محدش يتلكك لنا، الاستفهام الاستنكاري زي موجودة في كتاب المدرسة. تعالى بقى نشوف حاجة مهمة قوي اللي هو لما يجي يقول لك ايه كلمة المتفرد. بص بقى انا لقطت لك حتة كده من كتاب المدرسة قدامك اهي، بقولك وهكذا اسلمته العلتان الى حالة من الوحدة القاسية، عبر عنها بقوله متفرد، يعني كلمة تكرار متفرد عشان لما يجي يسألك فيه، عبر عنها بقوله متفرد، لكنها وحدة ذات ثلاث صفات تتسلسل بطريقة تدريجية. يعني ايه يا استاذ الكلام ده؟ بسيطة خالص، هو كلام كبير لكن المعنى بسيط، بس تأملوا معايا عشان احسن صيغة السؤال تخضك، وهي كلام بسيط خالص. لماذا كرر كلمة متفرد؟ كله بقى تكتب التوكيد، لا اكتبها زي ما هي موجودة قدامك كده. جاب قضية اللي هي الحب، وسببها يعني الحب، وآثرها الكآبة، ونتيجتها العناء. يعني متفرد بصبابتي، متفرد بكآبتي، متفرد بعنائي. الأولى تدل على الحب، والثانية تدل على الكآبة، والثالثة تدل على العناء. هو ده الترتيب المنطقي في البيت. لما يجي يقول لك ما الترتيب او البيت ده الالفاظ رتبت ترتيبا منطقيا، اكتب له الكلمتين دولت. او تخيل بقى راح صايغ السؤال كده يخض الجمهوريه كلها، يقول لك ايه كلمه متفرد ذات ثلاث صفات تتسلسل بطريقه تدريجيه، وضح ذلك. والله العظيم لان مصر كلها تفضل تسال يعني ايه يعني ايه يعني ايه يعني ايه يا جماعه ايه الجمله مكتوبه في كتاب المدرسه، نخلي بالنا انها معناها التدرج، معناها كده، وان معناها ترابط منطقي، ان كل كلمه بتؤدي الى الكلمه الايه، الى الكلمه الثانيه. ففهمتوا؟ خدت بالكم؟ انا التقطتها كده من وسط الهيصه بتاعت المساء. فانتبهوا للنقطه دي. التيار الوجداني سئلت كتير جدا كأن كلمة أجنبية، يا جماعة التيار الوجداني معناه العاطفة، والعاطفة بالمناسبة لها أكتر من اسم. لما تنزل الملف بتاع البلاغة هتلاقين العاطفة اسمها الإحساس، الشعور، الجو النفسي، الوجدان، العاطفة، كل ده معناه العاطفة. يعني بقول لك الجو النفسي، يعني ايه جو نفسي؟ الجو النفسي معناه العاطفة. لما اقول لك الشعور، الاحساس، الوجدان، التيار الوجداني، ما فرقتش بقى تيار وجداني، مش فارقه، مش تيار كهربائي يعني. انا بس ايه بفرفشكم كده عشان تفكوا شويه دماغكم، عشان تقعدش ايه مبوزين زي ما انتوا قاعدين كده وخايفين ومرعوبين كده. فكوا كده وصلوا على النبي واستهدوا بالله كده، ويا رب ينزل السكينه في قلوبكم جميعا ان شاء الله رب العالمين. ده بالنسبه ليه كلمه التيار الوجداني. خلي بالك انتوا كمان بتجروا على الاستعاره قوي، يعني اول ما اقول لك موج مكارهي مآتم الاضواء، بحس ان الطلبه ظبط القلم على الاستعاره، استعاره مكنيه، ويبدا بقى يلوي دراع الاجابه وعايز يخليها استعاره مكنيه. لا، راجع من كتاب المدرسه، اقرا شويه كده، يقول لك ومن التشبيه، وكاتب لك مجموعه جمل كده، يا ريت تبص عليهم، ما تخافش، بص بس عليهم، انا مش بقول لك روح سمع، بص كده عليهم واقراهم كده وحطهم في ذاكرتك، وصدقني الحاجه بتخليك تركز. يعني انت لو حسيت ان الكلام ده مهم والاستاذ بينبهك ليه والنص ده متوقع والاسئله دي من كتاب المدرسه، عايز اكتر من اهتم بقى بيها، اقراها تلزق، اقراها تلزق، ما تخافش ان شاء الله مش هتطلع باذن الله. يعني يبقى اذا يا شباب نخلي بالنا من موج مكاريه، دي تشبيه، وما يشبهها بقى مآتم الاضواء تشبيه، فما تظبطليش القلم على الاستعاره، شوفها تشبيه ولا استعاره. القلب بين مهابه ورجاء، مكتوبه استعاره في كتب كتير، لكن في كتاب المدرسه قال له كنايه عن الحيره والاضطراب. ممكن اجيب لك سؤال ده بطريقتين بقى، اقول لك ايه اللون البياني في القلب بين مهابه ورجاء؟ تلتزم بكتاب المدرسه وتقول كنايه، او اقول لك كنايه عن ايه؟ كنايه عن الحزن، كنايه عن الحيره، كنايه عن مش عارف ايه، فبنختار اللي هي كنايه عن الحيره لان هي مكتوبه كده في كتاب المدرسه، كنايه عن الحيره. ما يجي بقى ساعات يقول لك
هات كلمة غير شاعرية، يعني مش شرط يا جماعة يقول لك الشعر النقاد نقدوه في ايه، لا انا ممكن اصوغ السؤال وهو كاتبها برضو من ضمن كتاب. انا اقول لك ومن الكلمات كلمة ازائي كلمة غير شعرية حيث انها لم تضف معنى جديدا، مش كده؟ كلمة احشائي كلمة غير شعرية على اساس انها لا تناسب الجو النفسي. وانت عارف ان النصوص تقريبا ما فيش شاعر الا ووقع تقريبا في كلمة، سبحان الله، يعني ما في القرآن هو اللي كامل بس وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشعراء بيغلطوا كتير، فاحنا طلعنا لهم اخطاء بس عشان برضو ده بيعالج ايه حكايه اخطاء الشعراء دي. ساعات الطالب لما اقول له ايهما اجمل ولماذا، بيبقى ظابط دماغه ان اللي قاله الشاعر هو الاجمل. لا يا جماعه، ما احنا واخدين اكتر من مثال، من اول شوقي لغايه النصور احنا واخدين اكتر من مثال للشعراء انهم يغلطوا في حرف، يغلطوا في موسيقى، يغلطوا في معنى، يغلطوا، كل واحد بيغلط. فاذا الشباب مش معنى كده ان الشاعر هو اللي صح، هي شروط، واهم شرط طالما ناسب اللفظ العاطفه يبقى هو مناسب ان شاء الله رب العالمين، اضاف معنى جديد وناسب العاطفه، دول اهم شرطين في اللفظ طبعا او في الصوره برضه. بقول لي تكرار كلمه عله في نص المساء، احنا متعودين ان اي تكرار بيفيد التوكيد، لا، كتاب كاتبها تكرار كلمة علة لتنوع الآلام وكثرتها. يعني لو جالك في الاختيار تأكيد ولا كسرة ولا اي بقى، هتختار كسرة مش تأكيد، مع ان التكرار يفيد التأكيد، لكن هنا في كتاب مدرسة اصل فعلا العلة الاولى غير العلة الاولى غير العلة التانية. العلة الاولى هي مرضه، العلة التانية هي الفراق، فانا عندي علتين، فاذا هم مكررين لكن مش بمعنى واحد، فلذلك نقدر نقول على التكرار هنا للتنوع الألم وكسرته. كمان في اخر حته خالص كده، في اخر التعليق خالص، وزي ما قلت لكم قبل كده هو يعني حب قوي يجيب الاسئله اللي في الاخر ديت، الجمله الفعليه بتفيد ايه والجمله الاسميه بتفيد ايه. جماعه الجمله الفعليه اللي فعلها مضارع تفيد التجدد والاستمرار، الله ينور عليكم. الجمله الاسميه التجدد تفيد التجدد والاستمرار، صح. الجمله الاسميه تفيد ايه؟ الثبات والاستمرار. يبقى المضارع بيفيد التجدد، انما الجمله الاسميه بتفيد الثبات، والاثنين مشتركين في كلمه الايه، في كلمه الاستمرار. اخر سؤال في المساء ونبه ليه، غرض القصيده. يا ده من اهم الاسئله، غرض القصيده دي اصلا الوصف، لكن مطران جدد فيه، عارفين انت السؤال ده، خلي بالك وحطه كده في المقدمه، ان غرض القصيده الوصف، ومطران جدد فيه بانه مزجه بمشاعر قويه وهي مشاعر الحزن والالم، وجعل الطبيعه تنطق بالامي وباحزاني، بينما زمان كان بيقتصر على الوصف الظاهري. دول نصين غرب وحنين والمساء، واشرت فيهم الى اسئله مهمه لعل وعسى يا رب ربنا يوفقنا ونلاقيها في الامتحان قدامنا ان شاء الله رب العالمين. نروح بقى لنص الصغيران. نص الصغيران برضو عايز انبه الى كلمه حيد. حيد في نص الصغيران تجمع على جمعين، حيد اللي هو الناتج من الطريق، اللي هو الجانب الناتج، مش جانب الطريق، هو الناتج من الطريق البارز، اللي هو التروتوار اللي بنقول عليه الرصيف يعني. طب الاول جمع كلمه حيد تجمع على جمعين، احياد زي ما يكتبوا في كتاب المدرسه، وحيود موجوده في المعجم، جمع حيد احياد وحيود. طب فرض خيرت ما بينهم استاذ، يبقى غلط، يبقى غلط ونمسك الاجابه تعدل ان شاء الله، مش هيخرج، ما تخافش يعني، هم بعدوا عن الايه، عن الاخطاء دي ان شاء الله رب العالمين. يعني كمان عندك الناتج، طب عكس حيد الطريق بقى، وسط الطريق ولا اخر الطريق ولا اول الطريق ولا المنخفض من الطريق، كده يبقى المنخفض من الطريق، لان احنا قلنا حيد يعني ناتج، فخلي بالك من الكلمة ديت ممكن يلمسها برضو في الامتحان. كلمة المشهورة كلمة تطوح بالأقدار، عكس تطوح ايه، هي معنى تطوح تلقي، اذا بطوح الكرة يعني ألقيها، يبقى عكسها ايه، تلقف، فدي برضو كتير قوي بيجيب عكسها، فانتبه. كمان عايزك تنتبه ليه، ان مقال الصغيران مقال اجتماعي كتب باسلوب ادبي تبع مدرسة المحافظين. بص التلات كلمات دول لازم يجي فيهم حاجة، اجتماعي كتب باسلوب ادبي تبع مدرسه المحافظين، ما تخلطش بقى ما بين سمات الاسلوب وسمات المدرسه لو سمحت، لو سمحت. سمات الاسلوب الادبي اللي احنا عارفينها كلنا، الاهتمام بالعاطفه والخيال والالفاظ والموسيقى يعني البلاغه يعني، انما مدرسه المحافظين بقى اللي هي الاهتمام بالتراث والوقوف بالمرصاد للامراض الاجتماعيه الوافده الينا الى اخره من هذه الصفات، بس ما تخلطش ما بين الحاجات. طبعا اتجاهات الرفع دي حاجه ثالثه، اتجاهات الرفع اللي هو اتجاه الدين والدفاع عن اللغه، واتجاهات الشخصيه، اتجاهات اللي هي التجارب الشخصيه، والنص ده زي ما انت عارف من التجارب الايه، من التجارب الشخصيه. كمان في جمله مهمه في الصغيران خلي بالك منها، لما يقول لك قدم الاثر على المؤثر، ليه؟ للتشويق، لما قال اللي حصل له الاول وبعدين قال ذلك حين ابصرت الايه، الطفلين، يبقى ده اسمه تقديم الاثر على المؤثر للتشويق. امد عيني، يقول لك بما يحيي هذا التعبير، بالتطلع، مكتوبه كده في الكتاب انها تحب الايه، بالتطلع. كمان في حته بقى في الاخر كده هو كاتبها في التعليق، ممكن تخلط معاك مع البلاغه،
اللي هو بيقول لك ايه بقى؟ لقاء الام في الاخر خالص مع الطفلين وهل الطفلان الى اخر النص، بيقول لك دي صوره ممتده. يعني قصده ايه بصوره ممتده؟ قصده ان الصوره ديت ربطت مع الصوره الاولى لما كانت هي جايه كذات الجناحين. مش بينما نحن على ذلك اذا ارتفع سواد المقبل كانه روح ليله المظلمه، مش كده؟ واذا امراه تهف كذات الجناحين، اهو كذات الجناحين دي ايه؟ دي المرأة وهي كأنها تحط على أطفالها. طب هو جه هنا قال إيه في الآخر؟ قال وهل الطفلان لما أبصر أمهما، مش كده؟ ونفض أيديهما نفض الأجنحة، فوصل هذه الصورة بالصورة السابقة، فلذلك سميت بصورة ممتدة، مش اللي هي الصورة الممتدة بقى بتاعت صورتين لصورة واحدة. ما في حاجة اسمها صورة ممتدة في البلاغة. لما أقول شاكل إلى البحر فيجيبني، يبقى كده شاك البحر بشتكي له والبحر بإيه بيجاوبني، اديت صورتين لحاجة واحدة بقى اسمها صورة ممتدة. فلا، هو مش قصد كده هنا، قصد بها الصوره الممتده ربط الصورتين الام وهي كذات الجناحين والطفلان لما قال نفض ايديهما نفض الاجنحه. برضو ما يقول لك مصدر الموسيقى في الكتابات الرفعيه. انتبهوا، في نقطتين في التعليق في كتاب المدرسه اتكلموا عن مصدر الموسيقى، لازم اكتب النقطتين، ما تكتبش نقطه واحده. قال اول اسلوبه ليس بالمرسل ولا بالمسجوع، فهو لا يلتزم بالسجع ولا يتركه ابدا، يعني مش على طول يكتب سجع ومش ما بيسيبوش خالص وسط. يعني كمان قال انه بيقطع الجمل تقطيع متوازي، زي عليهم من الاهل ومسكنه الضياع بين الناس وظلام الطبيعه وكأن الى اخره، تضرب له امثله عن الرفع. دي كانت الملاحظات اللي عايز اقولها لكم على نص الايه شباب، نص استغراق. ملاحظات على نص نظره. نص نظرة، أولا تعرف أنه نشر في مجموعة يوسف إدريس بتاعة أرخص الليالي سنة 1954. دي حتة في الهامش كده بس تعرفها لأنها مهمة، لما يقول لك النص ده نشر في أنهي مجموعة قصصية ليوسف إدريس. لما يجي يقول لك ما الفرق بين حفى الطفلة وحفى الأطفال، برضو في كتاب المدرسة بتعالج النقطة دي ومتجاوبة، أن حفى الطفلة كان حفى إرادي، حفى الأطفال عفوا، أن حفى الأطفال كان حفى إرادي، يعني هم بمزاجهم بيلعبوا، هم اللي قالعين الجزم بتاعتهم وبيلعبوا، فده كان حفى ارادي. انما حفى الطفله كان حفى لا ارادي اجباري بسبب الفقر والقهر. فدي فرق ما بين الاثنين، ما بين حفى الطفله وما بين حفى الاطفال. طب كيف ارتبط عنوان القصه بمضمونها؟ يا نهار ابيض على السؤال ده. السؤال ده يعني يكاد يكون في كل حته. تعال نجيبه من كتاب المدرسه عشان من ايه ما نجاوبش اجابه مختصره. قال لك ارتبط عنوان بما انتهت اليه القصه، من حيث أن الطفلة الخادمة ألقت نظرة طويلة على الكرة والأطفال إنهما يمثلان الحلم والأمل، وهكذا ارتبط العنوان بالجو العام الذي تضفيه القصة، فقد جاء منسجما مع وحدة الانطباع التي يستهدفها الكاتب، وقادت كلمة العنوان إلى الفقرة الأولى والثانية حتى كلمات النهاية لتحقيق مبدأ الوحدة الذي هو أساس في بناء القصة القصيرة. الكلام ده لو سمحت تستوعبه وتاخد منه الكلمات المفتاحية كده وتركزه قوي علشان تكتبه، علشان ده الكلام اللي هتاخد عليه درجة بإذن الله. فلا تختصر ولا تألف من دماغك، ده الإجابة النموذجية، لأن السؤال ده بيتكرر كتير جدا. ساعات بتبقوا مطمنين انك عارفينه بس ان بتجاوبوا غلط او بتجاوبوا ناقص، فانتبه، ده كلام من كتاب المدرسة. قال لي بقى لماذا ركز الكاتب على قدم الطفلة؟ برضه في كتاب المدرسة معالجة، ليه الكاتب ركز قوي على قدمي الطفلة كذا مرة، كما خالب الكتكوت، كمسمارين رفعين، ليه ركز؟ عشان طبعا اللي كان بيحكي عليه الموقف المشهد اللي كان بتشوف الكرة، والكرة بتلعب بالأقدام، فلذلك الأقدام هنا وسيلة الايه؟ وسيلة اللعب. وكمان هو يعني استغل هذه الصورة، صورة الأقدام، في إبراز ضعف الطفلة وفقرها وعنائها لما قال كمسمارين رفعين. دور الكاتب في القصة طبعا عارفينه جدا، ان هو في فرق كبير بين دور الكاتب ودور الطفلة. دور الكاتب كان راوي، مجرد راوي بينقل الاحداث علشان ننفعل احنا بيها، فالحقيقة صوته لم يعلو، فالحتة دي تعالجوها من التعليق، مهمة جدا دور الكاتب وليه صوته معلاش ومأيهما اكثر تأثيرا الى اخره. ده بالنسبة للنصوص واشارات النصوص النثرية واشارات النصوص الشعر. الحقيقة ده كان جهدنا في